هل الضوء موجة ولا جسيم؟ أسئلة كثير في اختبار التحصيلي تتطرق لطبيعة الضوء. العالم ماكسويل وضع نظريته اللي تنص على أن الضوء موجة ويسير بسرعة ثابتة، وأثبتت بعض الظواهر الطبيعية أن الضوء فعلا موجة، مثل الانعكاس، الانكسار، الحيول والاستقطاب. وكلها الظواهر تعلمناها بنوع من التفصيل خلال دراستنا لمقرر الفيزياء 3، لكن هذه النظرية فشلت في تفسير ظاهرتي طيف الانبعاث والتأثير الكهربائي، وزي ما تعلمنا في مقرر الفيزياء 4. وبلانك مهد لحل هالمشكلة لما وضع أول نظرية في ميكانيكا الكم، وهالشيء ساعد أينشتاين في أنه يتوصل لاكتشاف عظيم اللي هو اكتشاف الفوتون، وأن الضوء مكون من فوتونات. بفضل اكتشاف الفوتون تم التوصل أن للضوء طبيعة مزدوجة، موجية وجسيمية. كل هالأمور وأكثر راح نتطرق لها بدورة أنا أسطوري بشكل مختصر وممتع، وبنكون معك بإذن الله خطوة بخطوة لين تجتاز الاختبار بالدرجات اللي تطمح لها بإذن الله.